بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة مروري على معرض كلية العلوم الإسلامية بباريس ووقوفي على المنشورات ومدى نشاط الكلية خلال 5 سنوات، الكثير من البرامج التي أنجزت، أكثر من 3000 طالب، القيام برحلات علمية للطلبة، استجلاب مشايخ وأساتذة من مختلف دول العالم العربي، جهد كبير يعني يبذل التوسيع لرقعة التدريس. هذا يدل على طموح كبير وتحفز للخدمة وطاقة. أتمنى الجميع أن يتعاون مع هذا المعهد وأن ييسر سبل نموه، ونتمنى للمعهد النجاح.